ضجة وسائل الإعلام سواء كانت الفلسطينية أو حتى تلك العبرية بالأخبار التي تتحدث عن مبادرة إسرائيلية قدمت إلى الوسطاء وبانتظار رد حماس عليها. هذا يأتي في إطار الوساطة القطرية المصرية وبالإشراف الأمريكي حول المفاوضات التي تجري بين حماس وكذلك الاحتلال الإسرائيلي حول إمكانية الوصول إلى صفقة تبادل جديدة من شأنها أن يتم من خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كل ما ورد خلال الساعات الماضية هو نقلا عن وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن رويترز التي قالت بأن هذا المقترح الذي قدم يتضمن عدة محاور رئيسية أهمها الوصول إلى هدنة إنسانية لمدة شهر قد تمتد إلى 3 أشهر على حسب المراحل المتفق عليها، وفي المرحلة الأولى يتم الإفراج عن كبار السن وكذلك المدنيين من هم في قبضة المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، أي 3 مقابل 1، 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي يتم الإفراج عنه من قطاع غزة. تمتد هذه العملية إلى شهر وسط هدوء، ولكن تشمل أيضا عدم انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، أيضا وقف إطلاق النار لا يكون ضمن ضمانات تقدم من قبل الأطراف حول عودة الصراع بعد هذه الفترة. فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية التي كانت قد أشارت اليوم بأنها ستصدر قرارا حول الإجراءات المؤقتة التي من الممكن أن تخرج بها يوم الجمعة المقبل، وبالتالي عمليا يزداد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. حماس لديها شرط واحد ومهم في هذه المسألة وهو وقف إطلاق النار، غير ذلك فإنهم لن يذهبوا إلى أي صفقة. ولكن يمكن أيضا المناورة في هذا الإطار، إذا ما أخذت حماس ضمانات وفق مسؤولين في المقاومة الفلسطينية خرجوا بتصريحات لوسائل إعلام قالوا بأنها إذا ما أخذت ضمانات متعلقة بوقف نهائي لإطلاق النار في نهاية المطاف فإنهم سيذهبون إلى صفقات جزئية، أي على مراحل. تبقى المسألة والنقطة الأخرى المهمة وهي المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، هي ورقة رابحة للطرفين سواء الاحتلال الذي يضغط على المقاومة بعدم السماح بعودة المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا من شمال القطاع ومدينة غزة إلى منازلهم، أو حتى حماس التي تقول بأنها تلعب على هذه النقطة بأن استعادة الرهائن لن تكون إلا بعد عودة المواطنين إلى مناطق سكنهم ووقف إطلاق النار. بالتالي هذه كلها أوراق ضغط من الطرفين، كل طرف يحاول القول بأنه لن تذهب إلى أي صفقة أو إلى أي حل نهائي لهذه الحرب إلا إذا ما كان هناك وقفا كاملا لإطلاق النار، وهو ما يعني السماح بعودة المواطنين إلى مناطق سكنهم.